أداة تشرين اللي تاجرت بها، يعني إذا أنت تشريني فالظاهر ما عندكم سالفة غير تجيبون تشرين وتحطوها بالنص، بدليل أولا تشرين هي تشرين الوسط والجنوب، أنت رجال قاعد بالغربية وقاعد بأربي لا واصل ساعة تظاهر ولا تعرف حتى. أنت ما تدري وما تعرفني، أنا كنت ببغداد عندي تنسيقية وأنا محامي ومكتبي بالحارثية وجحيشي جنوبي من الناصرية يا شيخ البصري. ما اعرفك انا، ما متشرف. وانتو انت مو تقول لا تقاطع، خليتوني اجي صار لي سنة. انت مو تقول لا تقاطع، خلي جاوب. تو قلت لا تقاطع ما قاطع. تفضل استاذ محمد. يعني موضوع تشريعي انا ما اريد اعرج على هذا، استخدم اسلوب التجريح حتى لا اقاطعك. نعم خلي استاذ كاظم. انت صار لك ساعة تتهم الفصائل والحشد، ما قاطعتك. خلي جاوب. هاي المزمار اللي اصبح مزعج، اللي بدوا يعزفون عليه اصحاب المكاسب السياسيه، وكل واحد قال انا عندي تنسيقيه، والثاني نام له على مخده صار مستشار، والثالث نام له على مدري شنو صار مستشار شؤون انتخابات، وهكذا وضحت الصوره. الانقسام اللي حصل بالتظاهرات ايضا واضح، هذا اللي نازل اخذ حقي، وهذا البيت الوطني، وهذا البيت المعروف شنو. بدت هذه التظاهرات اللي انا افرق بين اتشارنا اللي يمثلهم الاخ وبين المتظاهر. شنو الفرق؟ فرق وايد كبير. انا اقول لك المتظاهر هذا اللي عرفناه من 2011 الظاهر الى 2019. التشرين اللي اجى باجنده خارجيه من اجل زعزعه هذا البلد. نعم. من اجل ان يحصل له مكان، من اجل ان يسقط جهه مناوئه له. نعم 9 مقاعد حصل. هذا الحشيمي اللي هو تشريني وعرفه قال عرضوا علينا 9 مقاعد، وقالوا قبل الانتخابات لكم 9 مقاعد. هذه الفيروس اللي جابوه حطوه بالبرلمان حتى تطبق الاجنده لازاحه القوى هسه ما اريد اقول الوطنيه، لانه ايش معنى الوطنيه؟ امتلت كل واحد يقول انا وطني. القوى المناهضه للوجود الامريكي في العراق. نعم.